أنا عارفة معتز من فترة طويلة، في يوم ما قابلته سبته في مكان اللي هو قال لي هتقابل بيه صاحبه، ما عرفش راح فين بعد كده. بس هو كان حكي لي هو عايز يعمل مفاجأة لمراته في مكان مختلف في الصحراء. في ايه؟ صخرة؟ ده ايه الصخرة دي يا اختي؟ انت معيش تليفوني بيرن، من اذنكم. الو؟ ايش عاملة ايه؟ انا كويس الحمد لله. ايه مش جاية النهاردة؟ انا اسفة يا فاروق، والله انا مش هعرف اجي النهاردة خالص، انا سافرت شرم الشيخ. ايه ده مرة واحدة كده؟ خير في ايه؟ موقف سخيف كده حصل. جميلة في الهانيمون انت عارف، وبعدين جوزها خرج واختفى ومرجعش لحد دلوقتي وبندور عليه. لا حول الله يا رب. طب انت سافرتي لوحدك؟ لا لا، انا والبنات واهلها كلهم هنا موجودين، وشكلنا هننزل ندور عليه كلنا دلوقتي. ايه ما عرفتوش طب اخر مكان كان فيه هو فين؟ والله لسه فاروق بنحاول نعرف. طب ان شاء الله خير، لو احتجتي اي حاجه قولي لي، انا ممكن اجيلك في اي لحظه. اكيد هكلمك، متشكره قوي. خلي بالك من نفسك. ما تقلقش انا كويس. طب هطمن عليكي بعد شويه. ماشي، باي باي. مش عايزين حاجه يا رجاله؟ شكرا باشمهندس. اكيد معتز تايه في المنطقه اللي كنت هوصله ليها، بالرغم ان دورت هناك، بس هروح دلوقتي ادور تاني. ماشي، انا هدور معاك.